يعلو صوت الموسيقى العربية على ضفاف نهر التيمز وسط لندن. حضور متنوع جذبته أنغام شمال إفريقيا تمتزج بتراث المشرق العربي. على موعد يتجدد كل عامين ينسج مهرجان شباك للثقافات العربية بأكثر من 80 فعالية ملامح نسخته الجديدة. نحن عم نركز أكثر هلأ على التواصل، هيدا هو التركيز لنا. يعني نحن مش شباك لحتى تطلعوا علينا، نحن شباك لحتى نحن كمان نطلع عليكم. عم ناخد هيدول المسيحات، عم نخبر قصصنا على شروطنا، وعم نقول لهم تعوا انتم معزومين واهلا وسهلا فيكم. من الموسيقى والرسم الى المسرح وفنون الاداء، يسلط المهرجان الضوء على هموم العربي واهتماماته اينما وجد. فعالية تتناول قضايا المنطقة الاكثر الحاحا من حقوق الانسان والمرأة تحديدا، مرورا بالتحديات البيئية وصولا الى مسائل التغيير السياسي والفساد المستشري. من المهم أننا هنا معا لنقول بصوت عال ما نريد قوله ولنفعل ما نريد فعله. المشكلة البيئية ليست في أكياس بلاستيك فقط، بل أعمق بكثير. نحتاج أن نقول أن مشاكلنا في المنطقة سببها النظام الاقتصادي العالمي. على صعيد آخر، يستقطب المهرجان شرائح الجمهور البريطاني من غير العرب، مانحا إياهم فرصة فريدة لمعاينة ملامح هذه الثقافة عن قرب. قضيت اليوم وقتا ممتعا حقا إذ استمعت إلى موسيقى مختلفة هذه المرة وفي وسط لندن، شيء لم نعتد عليه قبل الآن. يذكر أن النسخة الأولى من مهرجان شباك رأت النور عام 2011 بالتزامن مع انطلاق ثورات الربيع العربي، ليصبح لاحقا أكبر مهرجان للثقافة العربية في بريطانيا. يفرد مهرجان شباك هذا العام أمام سكان العاصمة البريطانية مساحة واسعة للاطلاع على أبرز إنتاجات الثقافة العربية، محاولا تغيير الصورة النمطية عن العرب والاحتفاء بالتنوع والاختلاف. زاهر عمرين، العربي، لندن.